خرج برا في الزنقه جينا لقيناه مشدود. يا والله الدري 17 عام علاش غيشدوه؟ باغا نعرف انا علاش باش يبتزونا. حنا ما ضربناهم، ما عندنا مدابزين، واللي كيقول لك صحاب الجمعيه ولا حنا كنهضروا على روسنا، ما مثلنا حتى شي جمعيه، حنا كنهضروا على روسنا باللي هضرنا باللي مشينا هضرنا. دابا ابتزوني مشاو داو ليا ولدي، علاش غيشدوا الدري؟ علاش؟ واش عندهم شي حق؟ قول لي انا شي حق باللي داري؟ شد شي واحد، اديو لك كاملين، اديو لك كاملين. انا ولدي الشيء ما طلقوش ليا ولدي، انا دابا غنشعل في راسي العافيه تم، اديونا كاملين والله ما يطلقوا ليا ولدي حتى نموت وانا حامله وذنوبهم على راسهم. شي انا ولا ما طلقوا ليا ولدي قلت لك غنشعل راسي. غدا من نهاري غدا نتشرد انا ولادي، من نهاري غانا باركه في الخلا، من نهاري لا ما ناكل لا ما نشرب. ما عندي انا في الزنقه، احوجي احوجي في الزنقه، الزنقه ما عنديش من ناكل. الراجل الراجل كان حاضر ليا هنا الطوموبيلات، الطوموبيلات مشاو. من نهاري غنبقى بالجوع، ما خدام ليا ولد، ما خدامه ليا بنت، ما خدام ليا حتى شي واحد. انا عندي الالم المعده، عندي المعده، عندي العصب، على دويه في الصاك هزاه، عندي الضيق دويه هزاه معايا. قربنا من الموضوع، شنو واقع؟ كلشي هما خرجوني من محالي، خرجونا قال لك غتخرجوا ولا غنريبوا عليكم في الليل. السلطه خرجونا قال لك غنريبوا عليكم في الليل، غنجيكم مع الربعه الصباح. بيت البارح ما نعساش، بالك مقرد انا ولادي الصباح الصباح خرجت حوايجاتي هنا، بد قالوا لنا هما جايين، ما فطرناش كاع، ما كناش طيبنا الماكله وخلينا وخرجنا. انا ولادنا تنتخلعوا ونترعدوا. شحال من عام انتم هنا؟ علاش انا من عام المسيره وحنا هنا، من عام المسيره وحنا هنا. راجلي راه مهرس في المسيره، مشى هو مع عام المسيره، راه عنده ورقه، عند ما معوضنش حتى بورقه، حتى ورقه ما معوضن بها، حتى حاجه ما معوضن بها. خرج برا سير موت، سير انتحر، سير فين ما بغيتي، سير تبع المحكمه. فين غنمشي للمحكمه؟ فين غنمشي؟ فين؟ راه حقرة هادي، رانا مغربيتي، انا من المغاربه ماشي انا يهوديه، احنا مغاربه حنايا. حنا باش كنتسموا مغاربه؟ باش باش كنتسموا مغاربه؟ وانا راه صافي الحوايج ديالي راه راجلي محطوط، المطالب ديالي يعطونا فين نسكن، يكريو ليا يعطوني باش نعيش. يلاه فين غنمشي انا؟ فين يعطوني غير ساروج؟ عطوني غير شي حاجه فين غادا نسكن انا؟ نسكن انا ولادي؟ واش هاد البنت تبقى مشردين اللي هنايا وكانت باركه حدايا، ولدها صغير وحالتها حاله، نبقى انا وياه مشردين؟ كلشي انا ولادي غنصبحوا في الخلا. واش انا غنبات هنا في حوايجي انا هنا في الخلا؟ في الخلا غنبات؟ وزيدوا لا وثيقه لا والو، باش غادا باش غادا نهز انا هاد الحوايج؟ باش غنتبع انا القانون؟ يلاه سيري تبعي القانون، باش غنتبع انا هاد القانون؟ القانون راكم عارفين شحال من عام وانا ساكنه هنا، راجلي مشى من هنا للمسيره من هنا. يلاه هنايا حيدنا الدوم، وحنا حيدنا الدوم. عرض واش الملكيه ديالكم ولا؟ باش هزونا من الحجر من حدا القشله. هاد الاتفاقيه اللي هزونا من حدا القشله من تحت، هزونا من حدا القشله، حولونا جابونا لهنايا. عندنا واحد المشكل هنايا، اللي هاد البلاصه هادي هي دوار جديد، كانت كلها برارك. الشطر الاول السافد والشطر الثاني هو هذا. جلاله الملك هو اللي وقف على هذا المشروع هذا. حنا دابا عندنا المشكل ديال تتمات مشروع. الشطر الاول عطاه والشطر الثاني راه بالبلان وبشهاده وزاره الاسكان والعمران. انت تقول لك الميزانيه راه باقا مرصوده، انتم عندكم حق في البقاع. هاد البلاصه هادي اللي ساكنين فوق البرارك راه بقاعي ديالنا، كاين البلان، كاين وثائق. الجواب اللي جانا من عند العمران راه هي عطاتنا باللي قالت لك انتم عندكم الحق، عندكم الحق. بقى المشكل ديالاش ديال الوعاء العقاري، كاين واحد 483 بقعه، بقات الوعاء بقى خاصهم غير قيمه شي 200 بقعه. الدراري ما عندهمش المشكل، يمشيو للبارطماج، ولكن والدينا راه هاد الهبه الملكيه راه عطاها لهم سيدنا. ما يجيش لوبي ديال العقار، مافيا ديال العقار، يستغلوا يستولوا لنا على البقاع ديالنا باش يصيفطونا لواحد السجن. هذاك السجن راه ما فيه لا سبيطارات وما فيش المدارس، هي مدرسه. انا الدراري غيتشردوا فين يقراو؟ وزيدوا لنا هذاك المشروع باقي ما بداش. يعني انت من الناس خرجني غتشردني انا؟ كتقول لي انت بغيتك تحيد من البرارك على اساس تولي واحد البيئه زوينه وهذه؟ انت ما غادينيش لواحد البيئه زوينه، انت غاديني لواحد البلاصه ديال الاجرام. من جمعتي كاع البرارك وحطيتيهم في واحد، راه غتولي بؤره ديال الاجرام. ولادنا كيكبروا، غيوليو كبروا كيعرفوا 14 جنويه الدواء، ما يعرفوا لا قران لا صلاه. راه بنادم هنا كيحقدوه، حنا مغاربه ياك. وحنا هذا القرار ديال الملك ديال المشروع ديال 2023 ديال الشقاق، حنا ماشي الضد ديالو،
ولكن الهبه الملكيه اللي عطانا سيدنا ديال 2004 المشروع خاصو يتم. عندنا وثائق، هاد الناس علاش تماطلوا هذه مده ديال 20 سنه؟ يعني والمشكل شكون فيه؟ كاين في العماله، هذاك العامل اللي وقفوه والقياد والباشوات الداخلين، راه خروقات كاينه، راه كاينين الناس هنا محصيين ما معاناش، والله ما معانا، حاصلهم مقدميه جايبينهم من البلاد ديالهم، حيت هما جاوا المقدميه، راه ماشي ولاد محاجر، الله جاو داروا بلايصتهم، ولاو كيجيبوا الناس من البلاد كيعطيوهم لاكارطات وكيدخلوهم معانا، راه هما اللي دايرين هاد الفتنه ديال الترياب، راه ماشي الناس الاصليين، دخلوهم باش حنا باش يريبوا وتسماو، راه الناس ريبوا وهذوك الناس راه معنصرين ما بغاوش يخرجوا، حنا حقنا عطانا الملك راه ما غنتنازلوش عليه. بالنسبه للفوضى ديال البارح، حنا درنا مظاهره سلميه وعندنا فيديوهات، مني سالينا عطينا التحية للسلطة، رجعنا بحالنا، جمعنا الماتيريال ديالنا، جلسنا، فإذا بينا الناس اللي دايرة الخروقات، منهم الباشا اللي ما وقفش معانا وما تحاورش معانا، جايب كم هائل ديال الدرك الملكي كيرهبوا في والدينا وضربوا والدينا بالحجر، ومقدم الاخر ساكن في هاد الديور اللي هو عطى الفلوس، ناس مدعومين باش يضربوا السلطه باش يفتزونا حنايا، باش هادو يوليو يضربوا. في الاخر شنو جايبين؟ صحفي من وراء الامن، صور غير الدراري اللي كيضربوا بالحجر، ما تصورش الامن اللي كان كيتيري في والدينا بالحجر، راه عيالات ضربوا في ريوسهم، راه السيد ريبوا عليه، صور شكون هضر عليه هذاك؟ كيجيبوا واحد الصحافه متملقه لهم هي، راكم نتوما عارفين هادوك. دابا هادشي حنا راه ما غنتنازلوش على البقاعه ديالنا، اما دابا كيهدموا الناس اللي خلصوا البارطمات، هذوك اللي مشريين دافعين رشوه وكذا، اما حنا قتلونا تما حد، انت غتشردني شنو؟ ماشي مغربي كتقول لي انت كلب؟ راه العزاوه دايرين معاهم المزيان، عمر شي بوليسي تعدى عليهم. مني انا اللي ولد المغرب وشاب ولد البلاد، اللي با مشى للمسيره شارك في المسيره، جدي راه كان جندي وحارب الاستعمار وتقطعت له يده في الحرب، شرب وثائق، دابا جدي انا حارب وجرى على المستعمر، وانا ولده غنتلاح الزرق انا ووالديا. فين كاين هاد المعادلة هادي؟ رسالتي لجلالة الملك، حيت هو الشخص الواحد اللي كنآمنوا به، هذاك هو بانا، راه كاينة مافيا، مافيا ديال العقار وراه معروفين، هما اللي حاكرين على الدراوش ديال العمالة الصخيرة التمارة، بغاو يديو الأراضي ديالهم كاملين، علاش؟ باش يديروا فيهم المشاريع، باش يصوروا الفلوس، والفقير والدرويش يلكوا يلوحوا الزرقاء. إلا كنتي أنت غتشردني بحال هكا، خويا حل لي هذيك الحدود، أنا زمي إلا بقيت في هاد البلاد، باغي لنا الحق لهما على هاد البلاد، حنا ما لحقناوش، كاين عندنا الثقة في جلالة الملك، كنطلبوا من أي واحد يتدخل لهاد السكينة هادي، راه بزاف، راه دمروا عباد الله. أنا الساكنة دوار محيجر، كنسكنوا هنايا، عطاونا إحصاد سعدنا 2004، واتفاقية جات 2005. وحنا كاينه شحال 230 ديال البشر اللي كاينه، 230 بقعه اللي كاينه مريحين فوق منها دابا، خاصه انا 260 بقعه باش يكمل المشروع. حنا الشطر الثاني، كل عام كيكذبوا علينا، كل عام كيقول لك هكا غنشرب لكم البلاد، ما كايناش البلاد، غدا غنشرب لكم البلاد، بعد غدا غنشرب لكم البلاد، ما كايناش البلاد. نهار الاخر جينا كنقلبوا على راسنا، نسيبوا راسنا، حنا دخلتنا هنايا السلطه، سيرو كيريبو بدون قانون، بلا ترخيص، بلا حتى شي حاجه، ما كاينه، بلا فين غتمشي، لا فين غتصد، لا فين غتعطي راسك، لا والو. الناس ما كارياش، السكنه ما كايناش في الصخيرات، الكره ما كيدورش كاع في الصخيرات مره، وخا تقلب عليه دابا ما غتسيبوش، الناس كلها تشردت. كاين دابا حاليا الناس من دواور اخرين ساكنه في الغابه، الغابه ديال ولاد غارم، لا طالب بنادم غيسيب الناس ديالها كيهضروا، ساكنه في الغابه، الناس كتفطر في هذا رمضان في الروضه. بزاف الناس اللي ساكنه دابا في الواد، وحنا فين غنمشيو؟ من غريبو دابا غنمشيو غنزيدو على داك الناس في الروضه، ولا غنمشيو عند الناس اللي كاينين لهاد الجهه في الغابه؟ ما عندناش وغنمشيو، ما كاين لا كرا لا حتى حاجه، ما كاينه، فين غتصد؟ الدوار عندنا حنا فيه 900 فيه 800 ديال البشر بالاسره ديالهم اللي كاينه في هاد المحاجر، ودابا كنشوفوا واحد الحق اخر كنسيبوا ولات 1100 300 منين جات؟ فين ساكنه؟ فين كاينه؟ منين جات؟ من بلاصه دازت؟ فين كاين هاد الناس 300؟ حنا كنطالبوا بالحق ديالنا، وكنطالبوا بالاحصاد تعاود، لحقاش حيت الدوار زايد علينا فيه 300 ديال البشر، 8 ديال البشر ما ساكناش معنا، فين كاينه؟ شنو البلاصه كاينه فيها؟ فين هما المحلات ديالها؟ شمن نوامر عندها؟ كاين ناس عندنا حنا اللي دابا عندهم بقعتهم محصيين مع ثلاثه ديال الناس ما كيعرفهمش شكون هما كاع. شكون هما؟ هما الله اعلم، راه محصيين معاك ما عرفتيش شكون هو، حتى النهار تخرج برطمه حتى هو غيجي معاك برطمه. جاي عندو كيقول لي قال لك حنا عندنا غير اليوم عندنا غير 60 بون اللي كاينه، ناس دايرين شكايات، ناس دايرين شكايات باش ياخذوا البرطمات في المحيجر، ولكن هاد الناس دايرين شكايات راه ما ساكنينش معنا حنا. جايبين 60 بون ديالنا فيديو، ما عندنا 60 محل داير الشكايه، حنا ما عندناش، حنا ما عندناش شكايات كاع، الناس حنا ما بايعينش،
حنا ما بيعنا دوار الاول، ومن نهار تحولنا لهاد الدوار باقيين فيه بولادنا بالاسره ديالنا، كنا باقيين ولاد، حتى شي واحد ما بيع شي نص ديال البراكه. المطالب ديالنا تنطالبوا البقعه ديالنا. حنا الشطر الثاني وعندنا اتفاقيه ديال 2005، 2005 كاينه اتفاقيه، وحنا المشروع الثاني، المشروع الثاني. حنا الشطر الثاني دابا في المحيجر، وحنا الشطر الثاني دابا ديالتنا. ملي كيقلبوا البيسي كيسمونا حنا ما كاينينش، ما طالعينش حنا كاع. فين غنمشيو؟ ها حنا ما طالعينش دابا البيسي ما كاينينش. فين غنمشيو؟ واش من بلاصه غنمشيو؟ شكون هذا غادي يحصينا؟ اشنو عريب ونمشيو صافي بلا دون حتى شي حاجه؟ هادشي اللي كيبان. اللهم ان هذا منكر. عاش الملك. بالنسبه لهذه المنطقه الصخيره، الدوار جديده اخويا محجر. الموضوع اخويا هو اعاده ايواء قاطني دوار الصفيح، اللي واحد الدوار اللي كان من دخل في واحد الاتفاقيه من 2004 في الشطر الاول والشطر الثاني. الشطر الاول استفاد بالبقع ديالو، وحنا باقيين معاه في الاتفاقيه اللي قانونيه، باقيين حنا في البرارك. دابا كيجيو كيرهبوا بنادم باش يصيفطوا ذوك الشقق اللي نقولوا لهم شقق سجنيه وكارثه. راك شفتوا الرواح اللي طاحت تما وكذاك، باقيين يصيفطونا. وحنا عندنا حق وعندنا قوانين ديالنا وعندنا اتفاقيه كنهضروا بها، وعندنا اجوبه، وعندنا اجوبه من ان. انتم كتشوفوا الناس اش واقع دابا، كيدوا في عباد الله ما فهمتش علاش. كارثه كارثه قسما بالله. كنهضروا بالقانون ديالنا. خرجنا الناس البارح دايرين وقفه احتجاجيه سلميه، رجعوا لديورهم، جاو طلعوا لهم كيضربوا فيهم وكيعتقلوا في الدراري، ما عرفناش هادشي علاش. وخلص كاينين شي ناس قال لك عندهم مصالح في هادشي، مسيطرين البارح دراري مخلصينهم كيضربوا، قال لك باش يضربوا الحجر. هادشي اللي سمعنا حنا، قال هادشي اللي سمعنا كيضربوا بالحجر وكذا، بغاو يلصقوا في الدراري ديال الدوار. هادشي ما فهمناش حنا اخويا. اما الناس دارت البارح وقفه احتجاجيه سلميه، ما كان لا مشاكل لا والو، سالينا عطينا التحيه للدرك الملك، التحيه للقوات المساعده، ورجعنا بحالنا للديور. راه هادشي اللي وقع اخويا البارح. اما دوك العناوين المغلوطه اللي داروا بعض الصحافه الله يسمح لهم، راه ما كاين منهم والو اخويا. المطالب ديالنا اخويا فعلوا لنا اتفاقيه، عطيونا حقنا. حنا كنطالبوا بتفعيل الاتفاقيه، عندنا حق يجلسوا معنا الناس ويحاوروا معنا كيفعلوا لنا الاتفاقيه. الشطر الاول استفاد، الشطر الثاني بقى. علاش هاد الناس والشطر هادو واش هما حنا واش هادي دوله ديال الحق؟ راه خاصهم يعطيونا الحق ديالنا. هما استافدوا، هما صورتش هما خويا، راه الناس عندها بقعه ديالها وحنا باقيين في برارك من 2004. هما احنا اليوم غدا، اليوم غدا، اليوم غدا تولينا في هاد المشكل هذا. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.